أهلا بكم. أعلنت شركة لوك أويل الروسية للنفط زيادة إنتاجها من النفط الخام في حقل غرب القرن 2 بمحافظة البصرة. وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يصل إنتاج النفط في غرب القرن 2 إلى 480 ألف برميل يوميا في عام 2020 وإلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2025. ويعتبر حقل نفط غرب القرن من أكبر الحقول النفطية العراقية، ويبلغ الاحتياطي المؤكد لهذا الحقل 12 مليار برميل من النفط الخام. بعد مرور أكثر من 16 شهراً على انتهاء العمليات العسكرية، دعا النائب محمد إقبال إلى فك الحظر عن مصارف نينوى. وقال إقبال إنه رغم دمار المدينة وشظف العيش وصعوبة كسب الرزق وشحة السيولة النقدية التي يعانيها أهالي المدينة، لازالت الحكومة في بغداد تغض الطرف عن رفع الحظر عن تحويل الأموال في المدينة، فضلاً عن غياب التعاملات المالية للمصارف التي أعيد افتتاحها. وأضاف إقبال أن أغلب الفعاليات الاقتصادية في المدينة تأثرت لصعوبة حركة الأموال من وإلى المحافظة بفعل هذا القرار. أعلنت دائرة صحة ديالى عن ضبط معمل لتصنيع المواد الغذائية المغشوشة في بني سعد جنوب غرب بعقوبة. وقال مدير الإعلام بالدائرة فارس العزاوي إن المعمل المضبوط ينتج الأملاح ويغش العلامات التجارية للمنتجات الغذائية لكثير من السلع. وفي السياق المتصل أكد مدير شعبة الرقابة الصحية بالمحافظة محمد رشيد أن الكميات المضبوطة من السلع الغذائية وصلت كميتها أكثر من 26 طنا من الأغذية الفاسدة. أثرت الميزانية التي خصصتها بلدية محافظة صلاح الدين في بند جمع النفايات والتخلص منها جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية. وكان نشطاء قد تداولوا وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أرقاماً فلكية وضعت من قبل بلدية محافظة صلاح الدين خصصت لاحتياجات بلدية المحافظة، وذلك لجمع والتخلص من النفايات. أظهرت الوثيقة احتياجات البلدية من حاويات وأكياس وعربات وبدلات عمل ومخصصات أخرى قدرتها البلدية بمليارات الدنانير، مما أثار استغراب الناشطين والمراقبين. قال وزير الكهرباء في حكومة عبد المهدي لؤي الخطيب إن العراق بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز تريليون دولار لإعادة إعماره. أشار الخطيب إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجال إعادة البناء والإعمار ومشاريع الطاقة تتجاوز تريليون دولار على خلفية الدمار الذي شهدته البلاد من جراء الأعمال العسكرية خلال السنوات الماضية. يذكر أن العراق أهدر ما يزيد على 228 مليار دولار في أكثر من 5000 عقد وهمي، وذلك بحسب النائب السابق في لجنة النزاهة رحيم الدراجي. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. في أمان الله.